بعيدا عن الفن. الناس فوجئت ان البلاتفورم على الفيسبوك وانستجرام اتعطلت، ما بتشتغلش، والماسنجر فيه مشكلة، مش في مصر بس، في كل العالم. العطل ده أصاب فيسبوك وإنستجرام وكان محل اهتمام كل وسائل الإعلام تقريبا، ومنهم ناس اهتمت قوي زي موقع روسيا اليوم. تعطل خدمات فيسبوك وإنستجرام في مختلف أنحاء العالم. طبعا احنا عارفين ان فيسبوك كانت اشترت إنستجرام سنة 2012 تقريبا، وهو ده الشيء اللي بيأكد ان العطل اللي أصاب الشبكتين كان من الواضح انه كبير جدا بعد شكاوى جت كتير من الزوار. نشر اكاونت فيسبوك على تويتر، تخيلوا الفيسبوك بيعلن على تويتر مش على الفيسبوك بتاعه، ولا على البيج بتاعت فيسبوك على الفيسبوك، ولا على البيج بتاعت مارك زوكربيرج، ولا على انستجرام. ده بيعمل الانونسمنت او البوست اللي عايز يقوله للناس على تويتر اللي هو مش مالكها. تخيلوا المشكله قد ايه. وقال ما معناه اننا عارفين ان في مشاكل في الدخول الى مجموعه التطبيقات التابعه لفيسبوك، واننا بنحاول حل المشكله بسرعه. قبل المشكله دي كان في كلام كتير ولغط، بس ان فيسبوك يعلن على تويتر قبل ما يعلن على الفيسبوك نفسه او انستغرام دي مشكله، لان في خلال اخر شهرين كل اسبوع في مشكله على الفيسبوك. في ناس راحت بدماغها وتوقعاتها ان الفيسبوك ابتدى يقع، وان هتظهر بعد فتره بلاتفورم جديده مكان الفيسبوك، او ان الفيسبوك خلاص فقد صداه. لكن مارك زوكربيرج لسه بيقاوح وبيحاول انه يحافظ على ده، لانه كان في اجتماع مهم. مارك زوكربيرج مؤسس ومالك الفيسبوك، هو وموظفين الشركه في جلسه نقاشيه اتكلم فيها عن الاتهامات الموجهه للفيسبوك بتسهيل التدخل الروسي في الانتخابات الامريكيه. اتكلم عن الموضوع ده كمان موقع اليوم السابع المصري، وقال ان مارك حاول يدافع عن الفيسبوك، زوكربيرج يدافع عن فيسبوك في جلسة سرية عبر الفيديو مع موظفيه. لكن من الواضح ان في مشكلة كبيرة في الفيسبوك. السيرفرز بتقع، الباسوردز بتطلع، في ناس بتاخد الاناليتكس او الانفو بتاعه المستخدمين عشان تعمل اعلانات. في مشكلة واضح في التدخل الروسي في الانتخابات الامريكية. فيسبوك عنده مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. هل المشكلة دي تأثر علينا احنا كمستخدمين عاديين؟ لغاية دلوقتي لا. ايه الاحتياطات اللي ناخدها؟ نغير الباسورد كل شوية، ما تشاركش حاجاتك الشخصية بشكل واسع وسريع، لان لغاية دلوقتي مفيش مشاكل للمستخدمين. بس الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل بكل المشاكل اللي بيقابلها مارك زوكربيرج والفيسبوك.